استحيوا من الله حق الحياء قال الحسن اربع من كن فيه كان كاملا ومن تعلق بواحده منهن كان من صالح قومه دين يرشده وعقل يسدده وحسب يصونه وحياء يقوده ما إن دعان الهوى لفاحشة ما إن دعان الهوى لفاحشة إلا نهان الحياء والكرم ولا إلى محرم مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم